أعلن حزب الله اللبناني قصف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا بوابل من صواريخ من طراز فادي واحد. كما أعلن الحزب بالتزامن استهداف دبابة مركافا خلال تقدمها عند أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة. ما بين اشتباكات بين حزب الله والقوات الاسرائيليه على الحدود وغارات لا تهدا على الضاحيه الجنوبيه لبيروت، يعيش لبنان يومياته على وقع تصاعد قد يحولها الى غزه ثانيه، لكن تطورين لافتين برزا على الجبهه المشتعله، اولهما استهداف شمال لبنان للمره الاولى منذ التصعيد بغاره محدده الاهداف، أسفرت عن مقتل القيادي في حماس سعيد عطلة وأسرته في مخيم البداوي أما التطور الآخر فهو استهداف المستشفيات الذي بدأ بمستشفى صلاح غندور في قرية بنت جبيل بالجنوب وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في غزة المستشفي أعلن إصابة أفراد من طاقمه معظم إصاباتهم خطيرة. هذا التطور دفع أربعة مستشفيات أخرى على الأقل إلى تعليق خدماتها على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها. وفي الخلفية تستمر دوائر النزوح اللبناني في الاتساع مع كل تحذير بالاخلاء للمدنيين وقدرت الحكومه اللبنانيه عدد النازحين بنحو مليون ومئتي الف يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عده من بيروت ولا تزال اسرائيل تستكمل حصارها على حزب الله برا وبحرا وجوا، فبعد الحظر الذي فرضته على الطائرات المدنيه الايرانيه والعراقيه، ومنعها من الهبوط في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت على خلفيه اتهامها بنقل اسلحه، اقدمت على اغلاق معبر المصنع الذي يمثل الشريان البري الحيوي ويربط البقاع اللبنانيه بريف دمشق في سوريا، وهي عاده لا تمل اسرائيل من انتهاجها في اي مكان تطلع خطأه آلتها العسكرية ومنذ بداية العمليات البرية في الجنوب اللبناني ضربت إسرائيل أكثر من ألفي موقع وقتلت 250 من عناصر حزب الله 21 منهم من صفوف القيادات بحسب بيانات إسرائيلية